possible. Eh ouais, ouais, ouais. Ouh. Allez. Allez. السلام عليكم خوت صافا كلشي مزيان استاذ صرا شي حاجه شحال خاطب نيش مع هاد الحطه اللي عطاوني كان باين بحال شي سرباي او سرباي ولد الوقت كلاس طيح كاينه ولا ما كايناش ماشي بحال واحد السرباي عندنا كيسربيك على حساب الجو ورقانة في الشتا كلبس جلابه في الصيف شورت لعب الراجا توني ديال الراجا لعب الوداد توني ديال الوداد نهار الديربي نار ديربي كيدير كاسك الوقت صعيب بابا ما يعرف الوقت اش تجيب وهاد القهوه هادي قال الناس اللي كيجلسوا فيها سمساره والله ما ميزيتي لا طاحوا الكواري وهاد القهوه هادي معاك تدخل لها كتلقى الطبله الاولى جالسين فيها ثلاثه ديال الخبراطورات علامه معهم واحد كيكمو مسمين عليه المؤامره بالنسبه لي تا واحد ما مات كتقول لي مايكل جاكسون ما مات عشيريا قانار سولنا انا اللي عارف بو مارلي تا هو ما مات عشيريا قانار سولنا انا اللي عارف شحال في عمرك شحال باقي صغير على هادشي باقي حتى تكبر حدا واحد طبيله اخرى جالسه فيها واحد المراه صفقوا لي على مراه واحد المراه زويونه بوغوس ظريفه اهي سيرفيابل اجتماعيه اللي قلت حداها كتبدا تعاود لي قلت حداها واحد الدري قلت لي عرفتي اخويا قال لي نعم قلت لي ما عنديش استعد في الرجاله تزوجت ربعه وماتوا وينقص المؤامره من اللي ما ماتوش عشيري قانار سولني انا اللي عارف شويه كتعمر القهوه كتولي بلان كيدخل هذاك السيد اللي هز كفيفه كيبيع اللوز كاوكاو زريعه كيفرق ثلاثه اللوزات هنا اربعه هنا خمسه اللوزات هنا كيفرق 10 دراهم ديال اللوز وكيبيع 2 دراهم ديال الزريعه بيضه والمشكله كيعاود يرجع بغيت نسولك اخويا واش هادي عندك خدمه ولا هوايه وكينقص المؤامره من اللي ما خدمه ما هوايه تبيض الاموال واللوز غاغا انا راه عشيري سولني انا اللي عارف وانقى طبله في القهوه هي الطبله ديال السمسار حاط فوق منها 2 كيلو ديال السوارت تساروت ما خدام وهو الوحيد اللي كيلقى لك الحلول واخا ما يكونوش عندك حلول ديك النهار تخاصمت مع الدار المشاكل الصداع جمعت حوايجي درتهم في بالي زخرجت ايش عنده قلت ليه السي العربي قال نعم ولدي قلت لي باغي شي بيت في السطح شاف فيه قال لي موجود ولدي موجود كاين السطح تسكن فيه بين المبنى والبيت قلت شبعني شبعني مشيت معاه داني لواحد البيت مظلم ما فيه تسرجم قال لي تقضي هنا ب 700 درهم قلت لي سي الحاج راه الظلمه بغينا الشمس شاف فيا وقال لي الشمس ضرب على حسابي احترمته عنده علاقات والقهوه ديالنا فيها السمساره يعني فيها الحظيه اذا ما يمكنش دير فيها انيفيرسير هذيك النهار وصل لانيفيرسير ديالي وانا كنعرف جوج بنات كوثر وحنان بجوجهم داروا لي انيفيرسير في قهوه واحده اخرى وصيفطوا لي ميساج قالوا لي غتجي عندنا دابا القهوه ديالنا تحطيت في امر صعيب محرج اش غندير اش غندير خاصني نختار ما بين كوثر وحنان الصراحه تلفت وليت لافي شد الارض شديت الارض بديت كنستحضر كل وحده اش دارت معايا كوثر ذكيه كتخدم عقلها بزاف ولكن حنان الدراري راه حنان كوثر ديما في البرد والشتا كتسلفني كولونات ديالها على البرد حنان ما محتاجاش كولونات حيت حنان راه حنان كوثر ديما كتزرف فيا وصفات ديال تبييض الوجه واخا ما كيعطيوش نتيجه هانيه ولكن حنان راه حنان شفت عايش قلت اليوم غنفرقع هاد الرمانات صيفط لهم ميساج قلت لهم بجوجكم غتجيو عند القهوه ديال دربنا ونحتفلوا مجموعين هذاك الشيء اللي داروا جاو كوثر جاب الطورطه ديالها معاه حنان ما جابش والو كوثر تقرصات شفت فيها قلت لها كوثر ما يبقاش فيك الحال كومام انت تفكرتيني كوثر مع ذكيه وكتخدم عقلها بزاف حطات الحلوه فوق الطبله وهي الدور عندي قالت لي زكريا قلت لها نعم قالت لي حنان ما محتاجاش الحلوه حيت حنان راه حنان احتفلنا اونصومبل في القهوه ديال دربنا بديت كنفرق انا في الحلوه طريف انا طريف انا وصلت عند واحد الراجل كبير في القنت قلت لها عمي احتفل معنا خذا الحلوه وقال لي
إيه فاش فكرتيني يا وليدي؟ قلت لي فاش يا عمي؟ يا فكرتيني في المرحومة ماتش بالسكار وينقص المؤامرة من اللي ما ماتت تعشيري بالسكار السكار غاقانار سولني أنا اللي عارف ميرسي.